ورجعنا لكم تاني مع الفقرة التانية. الفقرة التانية النهاردة عاملينها بعنوان لا للتعصب الرياضي. الفترة الأخيرة في الرياضة. كان شاهدت الأحداث الأخيرة في فترة الأسبوع اللي فات ده طبعا أحداث ماتش الزمالك والأهلي السوبر طبعا وكده وبفوز الزمالك. لا الأول بالرحم. الأول بالرحم بعدين. صباح الخير يا عبير. أنتوا بادئين إيه ده يعني فوز الزمالك على طول؟ أهلا صباح الخير. لا مش نتضايق بالزمالك يعني بس الزمالك لا هو الماتش سبب المشكلة إن الزمالك فاز. لحظة لحظة عشان بس ما نعملش تعصب. لا ما هنفتكر الانسحاب. أهو التعصب. لا لا ده الانسحاب ده لأسباب أخرى. إحنا انسحبنا علشان مش حابين لا مش حابين نزود المشكلة تتفاقم أكتر عشان هزيمة أكتر. لا النفوس مش هادية. لا أنت عارفة إن في هزيمة. أنت عارفة إن أكيد في هزيمة. أنا عايز أقول لكم حاجة. عبير أهلاوية جدا. سوسن زملكاوية جدا. وأنت إيفا أهلاوي جدا. أنا النهاردة محايد على النهاردة. هو بيهدي النفوس. قبل أي حاجة أصدقائي إحنا النهاردة عاملين مسابقة. في مسابقتين. المسابقة الأولى من دلوقتي المسابقة جايزتها 1000 جنيه. 1000 جنيه بتقدمها شركة الفراعنة. السؤال بيقول توقع نتيجة مباراة الزمالك والترجي النهاردة وتوقع نتيجة مباراة الأهلي سان داونز. هتبعت الإجابة في توقع واحد يعني تقول النتيجة بتاعت الزمالك والأهلي تعتبر إجابة واحدة. ابعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة. وكمان لغاية النهاردة هنستقبل الرسائل لغاية الساعة 6 قبل بداية ماتش الزمالك. بعد كده كل الرسائل اللي هتجيلنا ملغية طبعا لان الماتش هيكون خلاص. لا وبعدين انا حسبت لك ان انا روحي رياضية. انا النهاردة بتمنى الفوز للزمالك وبتمنى الفوز للاهلي. اي فريق بيلعب باسم مصر انا بتمنى له الفوز. شفت ان زي مش متعصبة. عبير انت ايه رأيك في الموضوع التعصب؟ انا التعصب طبعا مكروه. تمام. ومرفوض من كل الناحية. بس انا بحب فريقي. كويس. يعني انا بحب فريقي. انا احب ان انا اشجعه بروح رياضية. تمام. حلو قوي كلمه روح رياضيه يعني. أيوة. احنا الاول عشان نتكلم واحنا بنشجعه بروح رياضيه. فاز اوكي خسر خلاص. لا خسر للاسف. في ناس بقى لما بيخسر فريقهم هنا بيبقوا متعصبين كما لو كان لازم يفوز على طول. الرياضه غالب ومغلوب حسب التعود. انا واحده فريقي متعود ان انا يكسب على طول. اهو ده تعصب على فكره. لا 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 يا سوسه ما انا هقول لك. انتوا متعودين على حاجه معينه. انتوا متعودين على الخساره. ماشي اوكي. انت متعوده فريق يفوز على طول. بس هي كمان متعوده على فريقها يخسر على طول. بس انت عشان اهلاوي ظهر بقى ظهر هنا بانت حقيقتك اهو. لا احنا بنعاني كل المشاهدين دلوقتي حقيقتك يا محمد. لا طيب هو الفكره طيب. انا مش متعصبه خالص لا للاهلي ولا للزمالك. انا دايما حقيقي تعصبي بيبقى لمصر لما تبقى بتلعب. طبعا. متعصبه لاي نادي مصري بيلعب اي فرقه غير مصريه. انا مع الفرقه حتى لو انا مش بشجعها. يعني بشجع الزمالك لكن هبقى بشجع الاهلي جدا لو بيلعب باسم مصر. الحاجه الاهم من كده كم حد زيك. لا الحاجه كتير على فكره. الحاجه الاهم من كده ان احنا لازم نبقى فاهمين حاجه كويس قوي ان الرياضه غالب ومغلوب. مفيش حد بيغلب على طول وحد يتغلب على طول. لو قلنا ان احنا مش كده ده بدايه التعصب. صحيح. يعني ايه لو انا بلعب على سبيل المثال يعني لو انا قلت ان انا اهلاوي. انا اهلاوي. لو الزمالك بيلعب في الدوري الدوري المحلي. لو الاهلي بيلعب في لو الزمالك بيلعب في الدوري المحلي وبيلعب فريق بينافس بينافس الاهلي على البطوله. لا بحب ان الزمالك يتغلب. نفس طبعًا. الموضوع طبعًا. الاهلي بيلعب فريق في الدوري ونافس ومصلحه فريق الزمالك ومشجعي الزمالك ان الاهلي يتغلب. بتدور على مصلحه فريقك ايا كان موقفك. يلعب مع فريق بطوله افريقيه او كده هتشجع الزمالك. هتشجع الزمالك اكيد. لو بيلعب حد افريقي ولو بنتشجع الاهلي لو بيلعب حد افريقي. احنا معانا مكالمه تليفون من نوران جمال محمد الحاصله على المركز الاول بطوله الجامعات للتايكوندو. اهلا نوران. الو صباح الخير. طيب هنعاود تاني الاتصال ونوران هنتصل بيها نكمل كلامنا. فكل واحد مننا بيحاول ان هو يعرف فريقه. خلي بالك انا عايز اقول ان 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 نادي واحد يعني لو قلنا كهربا. انا مش بقول كهربا اللي عمله لا. قد ايه جمهور الزمالك كان بيحب كهربا؟ طبعا. امتى؟ لما كان في نادي الزمالك. طيب وجمهور الاهلي كان بيكرهه بيحب النادي وكان بيكرهه. دلوقتي كهربا كان المفروض العكس فبقى يحبه. طب وجمهور الزمالك اللي كان بيحبه
بقى يكرهه. طب ايه رايك في اللي هو عمله كهربا؟ لا بعيدا عن اللي عمله، لا مالناش علاقه باللي عمله ده او ده. دلوقتي كاهلاوي او زملكاوي اللي عمله كهربا مظبوط؟ اللي عمله كهربا نوران رجعت لنا. ايوه نوران. الو صباح الخير. صباح النور. صباح نوران، الف مبروك. الو مبروك يا نوران. الله يبارك فيكي. نوران احكي لنا كده عن البطوله دي بقى. والتايكوندو، يعني التايكوندو لعبه عنيفه يعني. هو التايكوندو لعبه عنيفه فعلا. تمام. هي انا بلعب تايكوندو من وانا عندي 4 سنين. هاي ما شاء الله. لحد دلوقتي بطلة جمهورية بقالي 16 سنة. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. سافرت برا جايبة تالت عالم 3 مرات. آخر مرة كنت جايبة تالت عالم في بطولة الأندية في كوريا. برافو عليك. ده انت بطلة بقى. بطلة عالم بقى. ده انت بطلة بقى. ما شاء الله. لسه آخر بطولة بقى جايباها بتاعت بطولة الجامعات، وإن شاء الله عندي بطولة تاني في اسكندرية الأسبوع اللي بعد الجاي. وان شاء الله خير يعني. مبروك. نوران انا شفت تاثير البطوله عليكي، يعني انا شفتك رجليك. طبعا يا دكتور محمد. متدمره يعني. فكل البطولات بتبان عليكي يعني. طيب تقولي ايه نوران لكل حد بيسمعنا، بالذات الفتيات اللي حابين يلعبوا لعبه عنيفه، يعني هل فعلا ده فادك وبيفيدك في دراستك ولا صعبه بجد؟ لا هو مفيش حاجه صعبه. اللي عايز حاجه بيعملها. هي بس يعني الواحد بيبقى محتاج ان حد يساعده ويقف جنبه. تمام. انا بصراحه ماما مش سايباني من وانا صغيره لحد دلوقتي. بنشكرها طبعا. في اي مكان بسافر فيه هي موجوده معايا. بنشكرها ونحييها طبعا. تشجيعها ليا دايما بيخلي عندي اصرار ان انا اجيب حاجه. ربنا يخليها. قبل ما بجيبها لنفسي ببقى جايباها ليا هي، عشان طبعا هي بتبقى ثابت معايا. طبعا تمام. التايكوندو مش عنيف قوي زي ما الناس متخيله. لا التايكوندو حاجه حلوه جدا، هي لعبه حلوه جدا بتساعدني طبعا في اي مشكله، في اي حاجه بتعرض ليها، ان انا بعرف ادافع عن نفسي. في دراستي الجامعه بتاعتي واقفه جنبي، بتطلع لي مكافئات بعد كل بطوله، بيطلعوا لي حاجات يعني. حاجه لنفسي في الاول والاخر، هي بتبقى حاجه لنفسي انا يعني. في تشجيع. بسالها عن التعصب الرياضي. طبعا. تشجيع. ايه رايك في التعصب الرياضي؟ لا هو حاجة كويسة، هو الرياضة عامة في حد ذاتها حاجة كويسة. البنت ولا التعصب الرياضي؟ التعصب الرياضي لا، هو أنا مش مع التعصب الرياضي. هو المفروض يبقى فيه روح رياضية بيننا وبين أي حد. تمام. بيني وبين الخصم اللي قدامي، احنا جوه الملعب كل واحد بيدور ان هو عايز يكسب عشان اسمه، علشان نفسه. بعد الماتش كل واحد بيحيي التاني. تمام. لازم انا اشجعه، مش ان انا معنى ان انا كسبت فده خصمي خلاص ده عدو بالنسبة لي. لا طبعا، لا احنا اتنين بره الملعب، اتنين اصحاب اخوات مع بعض. جوه الملعب كل واحد بيدور على اللي يهمه. طيب يعني احنا في التايكوندو كده عندنا، لكن بس هو ان احنا نتعصب. هو فعلا يا نوران كمان في حاجه مهمه قوي نحب نقولها، ان ليه دايما التعصب في كره القدم؟ احنا عندنا العاب رياضيه كتيره جدا مهمه، الناس ما بتركزش عليها وما بتركزش على ابطالها، لان احنا برضو لازم ندعمها. مزبوط. لازم ندعمها. يعني لازم، عشان هي شعبيه المفروض ان هي نوران احنا عاملين مسابقه. أيوة. معانا النهارده توقعات ماتش الزمالك والترجي والاهلي وماتش الاهلي القادم. تتوقعي لماتش الزمالك كام وماتش الاهلي كام سان داونز؟ طب انا اهلاويه فماليش دعوه بالزمالك، بس يعني اتمنى ان ده الترجي. ده مش لا، هو الماتش ايا كان الاثنين، فالاثنين بيلعبوا باسم مصر، فاتمنى ان الزمالك يكسب ان شاء الله، واتمنى طبعا ان الاهلي بكره يكسب بسكور كده 2-0 عشان نبقى مرتاحين في الماتش بتاعنا اللي هناك، واتمنى ان الاثنين يوصلوا نهائي يعني. ان شاء الله يا رب. نوران الف مبروك يا نوران. الله يبارك في حضرتك. مبروك يا حبيبي. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. انا كنت في المسرح هناك يوم الماتش ده بتاع الاهلي والزمالك. المشكله انا لقيت كل اللي حواليا اهلاويه، وبقيت انا حاسه انا يا جماعه. اما جم بقى لقيت صدمه على الوشوش، الزمالك غلب، فلقيت في ميتم في المسرح. في ايه يا جماعه؟ الزمالك وكله سكت. طيب لو قلنا من اسباب او ايه الحاجات اللي ما تخليش يبقى فيه تعصب، يعني ازاي اشجع فريقي باحترام والاخر يشجع فريقه باحترام؟
وايه الاسباب اللي بتخلي يبقى فيه تعصب؟ لا هو لازم يبقى فيه ثقافه، ثقافه يعني ايه تعصب، يعني ايه رياضه، يعني ايه ان انا ما اجرحش اللي قدامي، ما يعني ازاي يبقى فيه رياضه كده ان انا اتفرج على ماتش يبقى عادي بالنسبه لي ان انا ابقى مهزومه ان انا غلبه. بس عبير انت نفسك في البدايه متعصبه جدا انت بداتي انت بتدي نصيحه يعني يا ريت انت نفسك عشان انت بداتي بالزمالك انت بداتي بالزمالك انت كمان متعصبه على فكره انا مش متعصبه خالص انا جوزي زملكاوي متعصب تماما ممكن يخسر صحابه عشان الزمالك بس ايوه هو ده اللي مش عايزينه هو ده بقى المشكله يعني انا عايز اقول ايه عايز اقول ان الاهلي والزمالك هما فعلا اكبر فريقين في الوطن العربي ده ما فيش نقاش وما فيش كلام الاهلي صاحب بطولات كبيره جدا الزمالك بيلعب مباريات كبيره جدا وهو الضلع الثاني لو قلنا ان في ضلعين في الكره المصريه فالاهلي والزمالك طبعا والاسماعيلي والمصري طبعاً. لكن معانا مكالمه من الو 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 صباح الخير صباح الخير مين صباح الخير يا دكتور محمد صباح النور صباح الخير استاذه برضو سوسن صباح الخير استاذ عبير صباح الخير مين معانا فاتن اهلا بيك صباح الخير يا فاتن صباح الفل فاتن عايزين نسال سؤال يعني انت شايفه النهارده الاول اهلاويه ولا زملكاويه الاول دي البدايه لا لا مش لازم احنا مش متعصبين طب ثانيه ثانيه لا مش لا نسال أكيد الاول اكيد اهلاويه فاتن انت اهلاويه ولا زملكاويه لا زملكاويه طبعا انت كده يعني اظن انتوا حصل لكم افحام كنتوا متخيلين زملكاويه طبعا انتوا كلكم منحازين ليه للاهلي شفتي اه والله عشان الاغلبيه انا مظلومه معاهم هنا والله بس يا فاتن انا انت عارفه لا الاستاذ عبير بكل انفعال وكله انا مع الاهلي طبعا انا طبعا طب بصي والاستاذه سوسن قالت لا ده في حداد على الايدين ليه اه والله بس انا بكتشف كده والله مش عارفه ليه احنا مضطهدين جدا لا بس اقول لك بس احنا مش كده عشان عددكم صغير على فكره الكنترول الاخراج والاعداد كلهم زمالك بحييهم اكيد طبعا طيب الاول توقعاتك للمباراه بتاعت بكره ومباراه الاهلي كام وبعد كده نقول الزمالك ايه رايك في التعصب اليوم النهارده طبعا كله بيمثل مصر فانا طبعا بشجع الاثنين طبعا بس طبعا ولائي الاول والاخير للزمالك طبعا طيب الزمالك كام 2-0 2-0 ان شاء الله طب شاء الاهلي بكره كام 3 بقى الاهلي مفيش حاجه طبعا لا لا معلش خليهم 2-0 برضه ما دام لا مش ده فاتن وداخله داخله جامده قوي والاثنين بيمثلوا مصر يعني عكس اللي قالته على فكره عكس اللي قالته اكيد طبعا طيب ازاي انت شفتي الاحداث اللي الفتره اللي فاتت طبعا ازاي ان احنا نتخلص من هذا التعصب اللي بيخلينا احنا مشحونين يعني انا عايز اشوف في لقطه امبارح كان في ماتش الاهلي والزمالك في البطوله العربيه لكره الطايره امبارح فاز الاهلي على الزمالك مبروك لفريق الاهلي الطايره انا مش بتكلم على فوز لا بياخدوا الجائزه يعني اثناء حصول الاهلي على الجائزه في اثنين لعيبه من الزمالك خدوا جوائز فرديه قد ايه فريق الاهلي لما اتنادى على اسامي فريق الزمالك كان بيشجعهم كان بيسقف لهم مع ان بعد المباراه كان في شحن جماهيري كبير جدا التصرف البسيط ده خلى الجماهير نفسها طبعا في اثناء تسليم الجوائز الاثنين كانوا مندمجين مع بعض وكانوا بيشجعوا اللعيبه عليهم دور يعني مهم قوي في الملعب طبعا ده عليهم دور فانت نصيحتك ايه للجماهير نفسها وللعيبه اللي انت بتحبيهم وبتشوفيهم لا انا فعلا انا بشجع فريقي بس التعصب له حدود يعني ما يبقاش برضه تعصب ان انا احرض او ان انا اجيب الفاظ مش مظبوط تمام لا طبعا ما ينفعش طبعا احنا سعداء ويا رب التوقع بتاعك سيبي تليفونك علشان لو التوقع بتاعك ان شاء الله انت قلت الاهلي 0-0 رغم ان هي متوقعه ان الاهلي ما فيش خلاص براحتها 2-0 لا كده مش هاخد لا انا بقول للاستاذ عبير بوجه لها رساله طبعا ان الزمالك ايه هيفوز ان شاء الله ان شاء الله والاهلي هيفوز برضه ان شاء الله الاثنين باذن الله يعني بنشكرك صباح الخير وتابعينا على طول معانا في حاجه يا محمد برضه انا عايزه اقولها بالنسبه يعني احنا بنشوف اللعيبه دول في المنتخب هم اصحاب واصدقاء وبيسافروا سوا
الاغرب من كده ان انت بتلاقي لاعب زي ما قلنا كهربا كان في الزمالك فجاه راح الاهلي، يعني لبس فانيله الزمالك وفجاه ارتدى فانيله النادي الاهلي، كان انتمائه وهو بيلعب في الزمالك للزمالك فجاه، يعني هم نفسهم ما فيش التعصب للنادي بحيث ان هو اصحابه بيخرجوا مع بعض. فاحنا ليه بقى كجمهور بنتعصب؟ الاخطر لما بيبقى فيه منتخب الاثنين بيبقوا مع بعض، خلي بالك جمهور الاهلي والزمالك الاثنين بيبقوا موجودين في نفس المدرجات قاعدين جنب بعض، ده اهلاوي وده زملكاوي. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل في حاجه غلط، اللي هم لابسينه في ايه؟ واحنا لسه عايزين نقول حاجه مهمه جدا، احنا لما بنروح نشجع منتخب ما بنشجعش لعيب، لما بنشجع الاهلي ما بنشجعش لعيب، لما بنشجع الزمالك ما بنشجعش لعيب، بنشجع نادي. اوكي، بس الجمهور لما بيحب لعيب خلاص لو اي حد لمسه خلاص. تاني، ما احنا لسه قايلين كهربا لما كان في الزمالك جمهور الزمالك كان بيحبه كده. طيب وجمهور الاهلي كانش بيحبه. طب لما راح الاهلي جمهور الزمالك ما بقاش يحبه، جمهور الاهلي بيحبه. جمهور الاهلي حبه ليه؟ حبه علشان الكيان، ما حبوش عشان كهربا. انا معاك، انا معاك. فاي حد هيلبس تيشيرت الاهلي، اي حد هيلبس تيشيرت الزمالك كان. وده حصل مع حسام حسن وابراهيم حسن اما كانوا في الاهلي وراحوا الزمالك كتير. يعني الكيان، احترام الكيان، انا ما اعتقد، انا ثلاث حاجات مهمه لاحترام الكيان: مجلس إدارة طبعا مهم، لعيبة، جماهير. صح، اللي بيتحمل في الآخر الشحن فعلا الكبير قوي الجمهور، لكن مين اللي بيتصرف تصرفات غلط؟ اللعيب أو بيأثر اللعيبة طبعا في الملعب طبعا أكيد، زي تصرف شيكابالا اللي مرفوض تماما. ماشي، تصرف شيكابالا، بصي انا مش هاجي، ما برضه تصرف كهربا، يعني اللي عايز اقول التصرفات، ما احنا لو حكمنا هنقول ايه ليه كان رد الفعل، اكيد صدر تصرفات من الجمهور مهما كان، دفعت الشحن اكيد. انا معترض طبعا، لعيبه ادت للشحن. انا لسه بنقول طبعًا. ايه احنا بنتكلم على ظاهره مش بنتكلم على الاشخاص، الظاهره كلها عامله ازاي، ان انت عندك لعيبه بتشحن الجماهير فتؤدي لكوارث. يعني وانت بتقول العكس برضه، الجمهور ممكن الجمهور يشحن هو اللعيب، الجمهور يجب على اللعيب عمل. يجب على اللعيب انت، انا كجمهور لما بشجع فريقي في بعض الاحيان مش لازم اتطول على الفريق الاخر. صحيح، شجع فريقك زي ما انت عايز. صحيح، وده الصح. المفروض طبعا. انت مش رحتي الاستاد؟ صحيح، رحت الاستاد. انا بروح الاستاد، لما بروح الاستاد انا بشجع الاهلي بس، مش لازم عشان اشجع الاهلي اشتم الزمالك او عشان اشجع الزمالك اشتم الاهلي، انا اشجع فريقي بدون مساس بالنادي الاخر او بجماهيره. اللي احنا بنقوله النهارده ايه؟ ان احنا كل واحد فينا هيروح الاستاد هيشجع يجب انه يحترم الفريق الاخر بجمهوره بلاعيبته. انا هقول لك على حاجه دلوقتي، الاهلي الزمالك كسب الاهلي كويس خلاص، ايه الماتش الثاني؟ الانسحاب، ده كان قرار صح؟ لا احنا هنا مش بنناقش، لا انا بتكلم في دلوقتي انت عملت تعصب اكتر. ايوه بصي، لا انت عملت تعصب اكتر. بالعكس انا شايفه ان الانسحاب بعيدا عن التعصب، انا بصله من منظور تاني خالص، منظور ان في شحن بين اللعيبه وبين الجمهور، لو حصل الماتش ده كان ممكن يؤدي لكارثه. يعني انا بعتقد ان الانسحاب كان افضل وسيله لمنع كارثه كانت هتحصل. لا مش كده، لا احلى حاجه، احلى حاجه في الحلقه النهارده ان ده راي كل الزملكاويه، احلى حاجه في الادب ان ده راي كل الاهلاويه. لا بجد، بس لعلمك يعني ان قرار الانسحاب معظم الزملكاويه مش راضيين عنه. لا انا ما بوصلهاش لاهلي ولا زمالك بجد والله. عبير، كل الزملكاويه مش راضيين عنه، كل الزملكاويه زي سوسن. لا 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 لا، مالهاش علاقه بالحلقه والله. بس بجد انا والله بعيدا عن اهلي او زمالك، انا بصلها ان فعلا كان في احتقان بين اللعيبه، احتقان بين الجماهير. لسه قايله كلام مهم جدا. لو ده حصل كان هيبقى مشكله. لا لسه قايله كلام مهم، ان اللعيبه في الاصل اصدقاء، ما كانش في احتقان. بس اللي حصل في اخر مباراه كان ممكن يؤدي فعلا لمشاكل في الماتش ده. الماتش كان بغير ما فيش جمهور. يعني ولو كان اتغلب الاهلي للمره الثانيه كانت هتبقى مشكله، ولو سؤال. كان غلب يعني اتغلب الزمالك برده كانت هتبقى سؤال مشكله. بسيط. سؤال بسيط، هو الزمالك مش غلب الاهلي وخد كاس السوبر؟ تمام، وغلب الترجي وخد كاس افريقيا؟ تمام. معنى كده هو اصل الدوري محسوم بقى، مش مشكله. لا لا معنى كده، لحظه، معنى كده ان ما جاش ماتش الزمالك انه ما يجيش ماتش الترجي؟ لا، واخد كاس. لا لا لو 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 قسنا نفس المنطق، طب ما هو الترجي برضو مشحون لانه مغلوب. يعني اللي انا عايز اقوله بس ما حصلش المشاكل اللي حصلت في الماتش. الرياضه اتعاقب، كل اللي عمل مشكله اتعاقب. الرياضه غالب ومغلوب. ده اكيد الزمالك لما اتخصم منه النقط دلوقتي. طيب. الاول علشان موافقين ده اكيد. الحلقه النهارده عندنا مطعم وكافيه تجور، عندنا سؤال بتاع مطعم وكافيه تجور. السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول اسم تجور ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ والكلمه تجور هل هي
انجليزيه او فرنسيه ولا المانيه فرنسيه. الجوائز بتاعتنا في الجوائز بيبقى 250 جنيه نقدا او دي جايزه اولى، والجايزه الثانيه بتكون دعوه عشاء لفردين في مطعم تجور. مدام حنان وحشتيني، حاجه تعشى عندك. بقينا ثلاثة وحشاني. ومدام حنان اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا ما سالناهاش. هتغير؟ ما سالناهاش، ما سالناهاش. اما نروح بقى. اصدقائي طبعا انا بشكركم، وعايزين نقول في الاخر اللي حصل النهارده ده في الحلقه هو نموذج مصغر من كل اللي بيحصل مع كل اصدقائنا في كل عيله في كل بيت، ان في حد زملكاوي في حد اهلاوي. في الاخر بنختلف، لكن عايزين نقول في اختلافنا طالما في حب وود ما بيننا بيرجع في الاخر في حب وفي علاقه لازم تستمر. الاهلي يفوز الزمالك يفوز، الاهلي يفوز الزمالك يخسر مش مشكله برضه. لا كنت هقول لك الاهلي بس ما نتعصبش، ما نتعصبش فعلا، لان ممكن الاهلي برضه يجي له فات من الاوقات. اهم حاجه ان ولكل جواد كبوه، يعني في ايه يعني الكبوه بتاعته كتير يعني كتير. كل عبير كل الناس بتشوفنا النهارده بقول مفيش تعصب، ويا رب يا رب فريقي يكسب. شوف مفيش تعصب ويا رب فريقي يكسب. سوسن النهارده بقى تقول لنا وتختم لنا الحلقه تقولي ايه؟ طبعا انا بقول لا للتعصب، التعصب في كل شيء مش في الرياضه بس، التعصب الديني، التعصب السياسي، التعصب في الرياضه، التعصب حتى في الفن. التعصب مرفوض، احنا لازم فعلا نبقى عندنا قناعه بان دايما الدنيا فيها غالب وفيها مغلوب وفيها اوقات بتمر كده الكل جواد كبوه زي ما قلنا من شويه، وبالتالي احنا لازم نتقبل بصدر رحب الامر الواقع اللي بيفرض علينا احيانا يعني. بقول لكم بكل الحب، سعدنا بالوقت اللي قضيناه معاكم، وبشكر دكتور محمد وبشكر الاستاذ عبير وبشكركم، وانتظرونا الجمعه الجايه ان شاء الله. الجمعه الجايه احنا عندنا حلقه بقى ان شاء الله كده، يمكن من شرم بقى ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير واتمنى لكم يوم سعيد.